بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ في Chapter 3 من مادة Decision Making اللي هو بعنوان Structuring Decision. بشكل سريع، إحنا حكينا في Chapter 2 أنا لما يكون في عندي بدي أخذ قرار أو بدي أمر بمرحلة Problem Decision أو Problem أو عندي شغلة، بدي أمر بأربع مراحل. كانت المرحلة الأولى كانت اللي هي أنا لازم يكون Objective and Value، والمرحلة الثانية لازم يكون في عندي اللي هو Decision Make، والثالثة اللي هي Uncertain، والرابعة Consequence. طيب هسه بهذا الشابتر ومن هون طبعا في شويه حل بسيط، بعدين نروح شابتر 4، يعني شابتر 3 هو كونسبت بسيط برضه زي شابتر 1 شابتر 2. من اسمه الستراكشرنج ديسيشن، انا بدي اشوف هيكله القرار او مراحل القرار. هسه حنشوف عن طريق تو تولز اللي هي التري والانفلونس ديجرام، هم من عليهم راح يكون جزئيه الحل البسيطه. فأنا بدي أشوف مراحل القرار وبدي أمر بأكثر من ستيبس لحتى أعمل الستركتشر أو الهيكل. لما نحكي ستركتشر ديزيشن أو لما نحكي ستركتشر دائماً هي عبارة عن هيكلة أو زي يعني إشي بفصل لي الإشي اللي بدي أسويه، تمام؟ بفصل لي المشكلة ستيبس، خلينا نحكي أو يعني من هذا الإشي. هسا نبلش في الشابتر. إحنا حكينا أصلاً بالشابتر 2 عن ديزيشن بروبلم وشو بيعطيني وأنا شو بحلله وشو تعريفه هو أبروتش سيستماتيك، تمام؟ فأنا لما بدي أجي أمر في مراحل الديزيشن بروبلم بدي أمر بهاي المراحل. في عندي ثلاث مراحل أنا لازم أمر فيها. هاي الثلاث مراحل مهم جداً تكون حافظها، تمام؟ ومهم جداً تكون عارف كل مرحلة شو بعمل فيها. يعني المرحلة الأولى عندي اللي هي الفلتر and operationalize the objectives. كيف يعني؟ يعني أنا بدي أجي أعمل فلتر للأوبجكتيف تبعتي وأحدد شو هي الأوبجكتيف تبعتي، شو هي الأهداف الأساسية، شو هي الأهداف الفعلية. يعني أنت شابتر 2 عندنا هو مربوط بشابتر 3 بشكل كبير، والشغلات اللي أنا حكيتها هي المربوطة. يعني أنا ما حكيت لك إياها على الفاضي، لا، الشغلات اللي أنا عملت عنها سكيب هي تقدر تدرسها لحالك. الشغلات اللي أنا حكيت لك إياها هي عبارة عن مربوطة بين شابتر 2 وشابتر 3. كيف يعني؟ أول خطوة حكينا أنت لازم تكون حافظها اللي هي الفلترايز، وانك تحدد. هلا انا بدي احدد، اعرف شغلتين، بدي احدد بين الهدف الفاندمنتال اللي حكينا اللي هو اسمه الاندرلينك، ماشي، وبدي احدد المين. يعني بدي احدد تو اوبجكتيفز، الهدف الاول الاساسي، وعشان احدد الهدف الاساسي بدي مين اوبجكتيفز حكينا اللي هو الفرعي، لازم احددهم. هاي خطوه رقم 1. خطوه رقم 2 بدي اجي اعمل ميجرمنت للفاندمنتال اوبجكتيفز. كيف يعني ميجرمنت؟ يعني انا حطيت هدف، هذا الهدف بدي اقيسه. هل انا بقدر اسويه؟ كيف اسويه؟ او مشيت مثلا خطوه، هل انا ماشي بالاتجاه الصحيح؟ تمام، هذول مهم. يعني ابسط سؤال عليهم دوائر، بيجيب لك نقطه هاي تحت اي ستيب، تحت ستيب 1 ولا ستيب 2 ولا ستيب 3. اوكي، هسه ستيب 2 اللي هي الستراكشر ذا اليمنت ان لوجيك فريم ورك. ايش يعني؟ يعني انا بدي اعمل الهيكل تبعتي، او بدي اعمل يعني زي شكل او زي هسه بنشوفه. طبعا هذا الشيء بيفيدني، بيعمل لي ستراكشر لوجيك اند تايم سيكونس. يعني هذه الخطوه، هاي الستيبس بتبين لي التايم سيكونس بتوين ديزيشن، يعني بتبين لي الترابط او الوقت او يعني مين بعد مين time sequence بالديزيشن. كمان بتفرجيني الديبندنس، هسه رح نشوفهم بالشكل هذا بالرسمه، رح نشوفهم كيف يعني توضح لي اياهم. الديبندنس مهم انك تعرف انه ببين لي اياه الانسيرتن ايفنت، يعني بتفرجيني مين بيعتمد على مين. والستراكشر تايم سيكونس اوف انسيرتن ايفنت ريليتد للديزيشن، يعني انا في عندي انسيرتن ريليتد للديزيشن. هسه رح نشوف، يعني انا لما بدي اخذ قرار حكينا هذا القرار ممكن اخذه، بس انا ما بعرف شو في عندي تشانس نود او انسيرتن ما بعرفهم، فبيعمل لي بينهم برضه سيكونس وترابط. والنقطه الاخيره والمهمه اللي هو انا بقدر امثل هاي الخطوه الستراكشر ايليمنت عن طريق شغلتين، وهذا اجانا في الامتحان اللي هو الديزيشن تري والانفلونس تري. هسه الديزيشن تري بدنا نتعلم فيه كالكوليشن بسيط. اذا انت ما فهمته ضروري تسالني او تفهمه من اي مكان، بس انا ان شاء الله راح افهمك يا مظبوط. لك اذا ما فهمت كيف تحسب حسابات الديسيشن تري اللي هي الاكسبكتد مونيتورنج فاليو، مستحيل تقدر تكمل في ماده تحليل القرار، لانه من شابتر 4 لنهايه الماده احنا راح نحسب شيء اسمه الاكسبكتد مونيتورنج فاليو، تمام؟ اللي هو نفس الاكسبكتد اللي ناخذه بالاحصاء. اذا ما عرفت تحسبه هسه انت ما راح تعرف تمشي في الماده ابدا، تمام؟ الانفلونس ديجرام هو عباره عن شكل كونسبت، هسه راح نشوفه. يعني هم هذول جزئيه الحل بالشابتر، وبسيط جدا طبعا، راح نتوسع لهم بالشابتر 4 خصوصا للديجيتال تري. الانفلونس ديجرام هسه طبعا راح نشوفه بتفاصيله كامله باذن الله. طيب الخطوه الثالثه اللي هي الفيلن ديتيلز. كيف يعني الفيلن ديتيلز؟ يعني هي بتعطيني تفاصيل اكثر عن القرار، عن الديتيلز. يعني كيف يعني؟ بيعطيني هو جيف بريسايز. كيف يعني جيف بريسايز؟ يعني بتعطيني معلومات متاكد منها، يعني ما فيش فيها لبس، ما فيش فيها متاكد ولا مش متاكد، هذا بيعطيك اياها ديتيلز. بيعمل لك يعني انت لازم تعرف هاي الشغلات كفهم وكحفظ.
بين لك ايش هو الديسيجن، هو الايش الانسرتن ايفنت، هاي بخطوه رقم 3. برضه بخطوه رقم 3 بيحدد لك البروبابيليتي، هاي البروبابيليتي طبعا الانسرتن ايفنت، الانسرتن حكينا هي نفسها تشانس نود صح. انا لما احكي تشانس نود اكيد كلكم اخذتوا او ار، خصوصا شابتر اللي هو الماركوف تشين. كنا نيجي نحكي هون في عندي احتماليه 5 نص، هون عندي نص، هاي الاحتماليات تشانس انا ما بعرفها، نفسها الانسيرتن. فبهاي الخطوه، بهاي الخطوه ببين لي شو هي الاحتماليه اني انا اروح على تشانس نود هاد او على الانسيرتن هاد. هذا ببين لي اياها بخطوه برضه الفل ان ديتيلز اللي ستيب رقم 3. برضه انا بيعطيني معلومات دقيقه تمام، سبيسيفيك بريسيفلي، بيعطيني معلومات دقيقه حول انه كيف الكونسيكونس تبعي ماشي، كيف الاوبجكتيف التريد اوف. فهاي هي يعني الستيبس بدك تكون عارفهم كعناوين، كل واحده شو بتبين لي. ممتاز، هسه هدول احنا رح نعمل سكيب عنهم، بس انت تكون قارئهم انه انا كيف بدي ابلش بخطوه رقم واحد. ببساطه بدك تعمل ليست على الاوبجكتيف، تقارن الالترناتيف، يعني لحالك تقدر تفهمهم، مش هالشيء المهم يعني. ممتاز. هون شيء مهم، هذا الشيء مهم. كيف يعني هذا الشيء مهم؟ هون في عندي هذا الشكل، هذا الشكل شو بيحكي لي؟ هسه هون في عندي انا ماكسيمم ماكسمايز سيفتي. الماكسيمم سيفتي هو هذا بنسميه الفاندمنتال اوبجكتيف اللي هو الهدف الاساسي تبعي. طيب عشان احققه شو حكينا؟ بدنا مين اوبجكتيف. طب وشو هم المين اوبجكتيف؟ هذول كلياتهم مين اوبجكتيف. طب تيجي تسال حالك سؤال، تحكي طب هذا مين اوبجكتيف وهذا مين اوبجكتيف، يعني كانك انت بدك تسميها مين اوبجكتيف وسب مين اوبجكتيف، يعني شيء لشيء. يعني هذا خليني اوضح لك اياها بشيء بسيط. هذا احنا متفقين الفاندمنتال اوبجكتيف، الهدف الاساسي اللي بدي اوصله. عشان احققه بدي احقق مجموعه اهداف تحته. شو هي مجموعه اهداف تحته؟ في عندي هدفين، الماكسيمم يوز اوف فيجوال سيفتي فيتشرز والمينيمايز اكسيدنتس. هذول الاثنين شو بنسميهم؟ بنسميهم مين اوبجكتيف. هذول المين اوبجكتيف لازم احققهم عشان اجيب ايش؟ الماكسيمم سيفتي. طب عشان احقق هذول الاثنين في عندي تحتهم مجموعه اوبجكتيف، هذول مجموعة الأوبجكتيفز، مين أوبجكتيفز لمين؟ لهدول. وصلت كيف؟ يعني كل إشي في إله مين أوبجكتيفز تحته عشان أحققه بدي أحقق إشي قبله. وصلت الفكرة؟ كالتالي مثال بسيط، إحنا عشان ندخل الجامعة الهدف الأساسي تبعنا ندخل الجامعة، هذا الأساسي فاندمنتال. طب عشان أدخل الجامعة بدي أنجح صف عاشر، استنى لا، عشان أدخل الجامعة تمام بدي أنجح توجيهي، هذا المين أوبجكتيف. عشان انجح توجيهي لازم انجح اول ثانوي، وعشان انجح اول ثانوي لازم انجح عاشر، وهكذا. كل اوبجكتيف له مين اوبجكتيف ببساطه شديده، وقيس عليها اي مثال بدك اياه. هذا الشكل، هذا الشكل شو بنسميه؟ مين اوبجكتيف نتورك. مهم تحفظ العرف، تعرف لي الاسم، وهي فصلت لك اياه بالتفصيل. في عندنا شكل ثاني مرتب، هذا الشكل من اسمه اللي هو الفاندمنتال اوبجكتيف هيراكلي، من اسمه هيراكلي يعني هو جاي على شكل تسلسل هرمي مرتب. هذا متفقين شو هو فاندمنتال اوبجكتيف، هدول برضو fundamental objective. راح تحكي لي ليش؟ ببساطة أنا لما أحكي لك maximum safety هي نفسها يعني كأنه مرادف إلها يعني أنا أقلل إيش الـ minimize loss of life، minimize surrounding injury مثلا، minimize كذا. فأنت تعرف تميز بين الobjective والfundamental objective، هدول هما إيش؟ mean objective. yes تمام. اما هذول فاندمنتال اوبجكتيف من الشكل انت قادر انك تميز هيراكلي او اللي هو المين اوبجكتيف نتورك. تمام، هذا من الشغلات اللي انت احنا برضه لازم نمر عليها. هذا الاشي مهم يعني خليه ببالك كسؤال دوائر ما اجانا احنا، بس اشي مهم. هسه مقارنه او يعني بعض الاسئله او بعض انك انت تعرف تميز بين الشيء اللي حكيناه بالفاندمنتال اوبجكتيفز والمين اوبجكتيف اللي اخذناهم بالشابتر 2 اللي انت لازم المفروض تكون عارف تعريفهم مش حفظهم، فاهم بس انه واحد اساسي واحد بدي احققه عشان احقق الشيء الاساسي. الفاندمنتال اوبجكتيفز ماشي بالهيراكلي اللي هي بهاي، بالهيراكلي الفاندمنتال اوبجكتيفز هي تمام. شوف شو حكي لي، حكي لي داونورد ان هيراكلي، يعني انا عشان احقق الفاندمنتال اوبجكتيف يعني لازم نازل بنزول تمام. شو المرادف إلها؟ يعني انا اذا نزلت يعني هاي الاوبجكتيف تبعي اذا نزلت بنزول شو راح يصير عندي؟ المين اوبجكتيف اواي فروم فاندمنتال اوبجكتيف، انا ببعد عن تحقيق الهدف الاساسي. طيب اذا انا ابورد اوف هيراركي طلعت بطلوع شو بيحكي لي؟ توورد فاندمنتال اوبجكتيف. اشرح لك اياها على الرسمه عشان تفهم علي شو بحكي. اذا انا كنت هون، كنت هون لنفرض انا واقف هون
بني ادم واقف هون، نزلت نزول، شو قاعد ببعد؟ شو قاعد بسوي؟ ببعد عن تحقيق الهدف الاساسي. طب انا لو كنت هون وقاعد اطلع بطلوع بقرب عن تحقيق الهدف الاساسي، هسه بيطلع لك واحد بيحكي لك طب ما انت هون قريب على الهدف، هذا كيف بدي احققه وما حققت المين اوبجكتيف؟ فاهم الفكره؟ فانا بدي اكون تحت، المقصد اني اكون تحت اني احقق المين اوبجكتيف واطلع بطلوع للفاندمنتال، بس مش اني اكون مباشر اروح للفاندمنتال، كيف بدي احققه؟ انا هيك ببعد على الهدف الاساسي. وضحت الفكره؟ تمام. وهي الاسئله طبعا اكيد مش تحفظها، اقراها فهمها عشان تعرف كيف بدك يعني تسال حالك السؤال امتى، يعني تسال حالك السؤال يعني هذا الشيء، يعني هون بحكي لك what do you mean، يعني ايش الشيء اللي بدي احققه. هاي مهمه الجمله، ايش بحكي لك هون؟ انه decision problem evaluating uses only fundamental objective hierarchy، يعني انا كيف بعمل evaluate او بعمل تقييم للشغل تبعي عن طريق شو؟ fundamental objective hierarchy اللي هي هاي هذا الشكل. ممتاز، هاي شغلات بسيطه يعني. هون برضو حكيت لك اي شيء بعمل عنه سكيب لا تعمل عنه سكيب، هو كونسبت تقراه بتفهمه مع الدكتور بسيط يعني حفظ تمام، عشان ما يكونش الفيديو طويل، يعني هو اكزامبل بس تقرا تفهم، انا بعطيك الشغلات الاساسيه لانه عشان ما يصيرش الفيديو ممل يعني، فاهم علي؟ عند الحل رح ناخذ كل التفاصيل. هون هسه بدي اياك تركز، احنا شو حكينا قبل؟ حكينا انا في عندي تو فيجرز او تو تولز بدي استخدمهم، الانفلونس دايجرام والديشن تري. احفظ معي بانو ستيبس الستركتشر ذا اليمنت ان ذا لوجيك فريم ورك ستيب رقم 2. راح نبلش بالانفلونس دايجرام وناخذ عليها اكزامبل، بالمناسبه اخذنا عليها هوم ورك احنا الفصل الماضي. طيب هسه الانفلونس دايجرام بدي اياك تكون عارف انه المربع هو عباره عن ديشن، بيعبر لي عن انه ديشن. الدائره هاي بتعبر لي عن انها تشانس نود. ومين الجدع اللي يحكي لي فين تشانس نود؟ انسيرتن نود، نفس المعنى. وهاي اللي هي على شكل معين هي عباره عن الكون سيكونس. لو بتلاحظوا انا قاعد بحكي لكم الاليمنت اللي اخذناهم في تشابتر 2 كانوا اربع اليمنت، شو هم؟ كانوا ديشن تو ميك، انسيرتن، كون سيكونس، وكان فاليو اند اوبجكتيف. تمام، فهذول الثلاثه اليمنت. اوكي، الرابع هو يعني نظري، خلينا نحكي او اوبجكتيف او هدف. فهم هذول الثلاث اليمنت، انت لو انك حافظ ربطهم بالشابترين ببساطه. واضح كيف الفكره؟ ممتاز. ننزل شوي هسه راح ناخذ مثال. طبعا هذا الحكي اللي حكيت لك اياه، انا الاليمنت من ايش يتكون؟ ديسيشن، تشانس، كونسيكونس. هاي راح نيجي عليهم بالتفصيل ونحل سؤال، ترى الاسئله اللي بسدات معقده عن هذا الموضوع، فيعني عادي انك يعني ها تكون شوي مش فاهمه، معقده جد معقده. هذا الشيء جدا مهم. كيف يعني جدا مهم؟ بدي اياك تميز شو هو الكونسيكونس، شو هو السيكونس، شو هو الديبندنس. الخط المتقطع زي هيك هو بيعبر لك، بيعطيك انتجيشن او انتجيت على شو؟ على السيكونس. تمام، على السيكونس. شنو السيكونس؟ يعني اشي ورا اشي، يعني عشان ادخل الجامعه تمام او بلاش، انا عشان ادخل الجامعه في مرحله قبلها شو هي؟ توجيهي. فالتوجيهي قبل الجامعه، هذا المقصود في السيكونس. بدنا نركز هون هي only decision node. هسه رح نشوف كيف. الخط السلد الغامق هو بيعطيك indication للشو؟ للديبند، يعتمد، مش ترتيب، يعتمد، اعتمادية. يعني ما بضبط أروح للمرحلة اللي قبل اللي بعد إلا لما أنجز المرحلة اللي عندي. تمام؟ وهذا only للchance node أو uncertain node والconsequence. كمان مرة decision node هو عبارة عن مربع، chance عبارة عن دائرة، هذا عبارة عن زي هيك. هذا مهم تفهم لي إياه الحكي، مهم جدا. نشوف هاي الاكزامبل اللي عندنا هون. تعال هسه شو بيحكي لك هون؟ بيحكي لك انه انا في عندي، طبعا ننتبه الخط المتقطع فقط، ها فقط بدخل على مربع. ايش يعني مربع؟ يعني على ديزيشن. هاي كاتب لك اياها هون. الخط السوليد فقط بدخل على شانس نوت او اللي هي المعين. متفقين؟ ان شاء الله انه تكون متفقين. اوكي تمام. فهي هاي اللي انا بدي اياها نعرفها، انه الخط المتقطع بس بدخل على ديسيشن، الخط السلد بدخل على تشانس او معين اللي هو يعني تشانس نود اللي هو دائره او معين اللي هو الكونسيكونس. ممتاز، ممتاز جدا. طب نشوف هاي الامثله يعني او كيف بدي اعبر عنها انا. طب انا عندي هنا تشانس نود A. طبعا هسه رح ناخذ سؤال كامل نص واحنا نحلله. تشانس نود A وعندي تشانس نود B. حكينا انه ايش بدل هذا الشيء الشكل انتم شايفينه؟ شو بدل؟ انه ديسيشن A حكينا هو يعتمد على السيكونس. ديسيشن A is made before decision B. ايش يعني؟ decision A بدي اعملها قبل decision B. ليش؟ انه يعتمد على الترتيب. تذكر انا عشان ادخل توجيهي
أو عشان أدخل جامعة قبلها في توجيهي، فهنا توجيهي، هاي توجيهي، وهنا جامعة، خط متقطع. وصلت الفكرة؟ هذا الشيء بحاول يوصل لك إياه. هون نيجي هون تشانس نود، هاي إيش يعني تشانس نود أنسيرتي؟ إيش ما بعرفه، حتى راح نشوف الأوتكم. النتيجة تبعت الأنسيرتينيتي أو التشانس نود لازم أكون عارفها قبل ما أروح لديسيشن دي. إذا بتلاحظ الخط المتقطع هو بس بدخل على وين؟ على ديسيشن. طب نيجي هون خط سوليد، شو بيمثل لي هذا الشكل؟ الأوتكم أو الديسيشن إي، تمام، الديسيشن إي لازم يكون معلوماته تعتمد ديبندنس، يعني بستخدمها للتشانس نود هاي. نيجي هون الاوتكم تبع جي تعتمد او ريليفنت اسيسك ريليفنج اسيسنج، يعني بتساعدني على شو؟ اني هاي هذا الشيء، فديبندنس سيكونس نعرف نميز هذا الشيء. وهسه مع المثال راح تشوف الموضوع كيف انه بسيط. طبعا هون اقوم هذه الشغلات، طبعا هذا الشيء ما راح مش للحفظ، اقراوه بس. هون مهم هذا الشيء مهم. طبعا هذا انا عملت عليه اكس، وبيحكي لك انه بعض الكتب بيعتمد هذا الشيء، بيعتمد هذا الشيء، يعني عشان تشوفوا. ممتاز، اوكي. هسه بعض الكومنتس على الفلونس ديجرام ضروري جدا تكون عارفها. اهم شيء انا بدي اياكم نركز عليه ونحكيه هسه، انه ما بصير تكون سايكل، يعني ما بصيرش تكون زي هيك لما نعملها. هسه رح نشوفها. هذا هو الانفلونس ديجرام انا بحكي لكم عنه، بدي افرجيكم شكل زي هيك مثلا. ممنوع تكون سايكل، يعني ممنوع انا ادخل لشيء وارجع لشيء، هذا المقصود في هذا الموضوع، يعني بدخل ممنوع ارجع عليه. خلاص رح ناخذ مثال ونشوف احنا التفاصيل كامله. طبعا احنا حكينا في الاليمنت، او هسه لوقتها بحكي لكم اياها. انا بدور على المثال لانه هذا كله بس بيعطيك اشكال وامثله. انا بدور على المثال عشان يعني تكون الامور عندنا تمام ان شاء الله. بس قبل ما نروح على المثال افرجيكم شيء هون. لنفرض انه احنا قرأنا السؤال ورسمنا الشجرة هاي، او رسمنا الانفلونس ديجرام، بس بدي اياك توقف الفيديو تحكي لي المربع شو بيعبر، الدائرة شو بتعبر، او اوردي هم المكتوبات. هذا ديزيشن، هاي هذول التنتين عبارة عن تشانس نود، تشانس نود، وهذه عبارة عن الكونسيكونس. هسه بدي اياك برضو تحاول تفهم شو يعني الخط المتقطع، شو يعني الخط السرد. طب احنا لو كنا هون عند الهوريكان باث اللي هو اعصار او عصار. طيب هسه انا ما بعرف راح يصير في عندي اعصار ولا ما راح يصير في عندي اعصار، فعملت فوركاست. طب الفوركاستنج اللي اخذ بي بي سي هو عباره عن تنبؤ، ماشي، تنبؤ. طيب التنبؤ يعتمد على شو؟ انا بناء على ايش اعمل التنبؤ؟ بناء على الاعصار. فعشان هيك حطينا خط سوليد عشان اذا بتلاحظوا، والخط السوليد حكينا هو بس بدخل على الكونسيكونس والدوائر اللي هم التشانس نود، فهي زي ما انتم شايفين. طيب اللي بدخل على الديسيشن فقط الخط المتقطع، بناء على الفوركاست باخذ قرار. كيف يعني؟ يعني انا بضبط اخذ قرار انه راح يصير في عندي اعصار ولا ما راح يصير في عندي اعصار قبل ما يكون في عندي معلومات؟ لا، فعشان هيك حكينا سيكونس، يعني قبل ما اخذ القرار بدي اكون عارف، يعني ترتيب. عشان هيك حطينا خط متقطع. والكونسيكونس اللي هو ايش؟ خط سوليد. ليش خط سوليد؟ لانه يعتمد الكونسيكونس او الريزلت او المحصله تعتمد اللي هو ديبندنس او تعتمد على الديسيشن تبعي. هذا بالنسبه للخطوط، ومش هالشيء المقلق، يعني تقلقش، انا بس حاولت اعطيك اياه بتفاصيل يعني زياده عشان تحاول تفهم، يعني للناس اللي جد تحب تفهم هذا الموضوع تماما. نروح على السؤال مباشره. طبعا هنا بس اشكال. هون اقراوهم برضو بعض الكومنتس على يعني ممكن يكون عليهم دوائر فاقراوهم، وهذول جدا مهمات. بعض الاخطاء انه ممنوع تكون سايكل، الناس بتشوفها كفلوت شاب، برضو ضروري انكم تكونوا عارفينهم. هذا مثال. طبعا المثال انا برجع بحكي وبعيد، المثال مش سهل للاول مره، مش سهل ابدا، بس الفكره نعرف نرسمه، نعرف نتعود عليه. طيب هسه هون شو بيحكي لي؟ The Environmental Protection Agency، يعني في عندي انا منظمه اللي هي الاي بي اي. ممتاز. شو بيحكي لي هون؟ Often must decide، تاخذ قرار whether to permit the use of the ecological beneficial chemical that may be اللي هو الكانسر كودينج. يعني هو ايش بيحكوا لي هون؟ بيحكوا لي انا في عندي منظمه اللي هي الاي بي اي، هاي الانفايرمنت بروتكتد ايجنسي. هل هي نفس السؤال اللي اخذناه ترى في بدايه شابتر 1 اذا تتذكروا الانترودكشن، بدها تستخدم مبيد حشري، بس هذا المبيد الحشري ممكن يسبب لي كانسر، تمام؟ فبدهم يشوفوا هذا يعني هذا مقدمه مش هذا الشيء المهم.
وانا بحكي لك ديجيتال اوفن ماست بي ميد وذاوت بيرفكت انفورميشن، وما عندهمش معلومات كافيه على اللونج تيرم، يعني هم بدهم برضه يشوفوا الهيلث هازارد والبنفيت، يعني بدهم يشوفوا هاي التفاصيل. ببساطه ايش اللي بيهمنا هون كالتالي، انه انا يعني بدي اشوف او كم طاقه سعر عشان ما اضيعكمش. طيب الالترناتيف طبعا هون بهيك نوع من الاسئله، انت كل شيء بتلقط معلومه اكتبها، ليش؟ عشان تعرف ترسم الشجره. شوف هسه انا باسلوب بسيط راح افرجيكم كيف. الالترناتيف كورسز اوف اكشن ار تو بيرميت ذا يوز اوف ذا كيميكال ريستريكت ات يوز اور بان توجذر. يعني في عندهم 3 الترناتيف، يعني هم حكوا لي في عندي الترناتيف. اول واحد اللي هو هيو، ثاني واحد اللي هو ريستريكت تو يوز، والثالث اللي هو البان توجذر، يعني هم هذا المبيد الحشري. في عندهم 3 الترناتيف، يعني اما انهم بيستخدموه بيرمت اوف يوز بيستخدموه، الشيء الثاني ريستريكت ات يوز يعني بيكون قيود على استخدامه، الشيء الثالث بان يعني هو حظره وممنوع استخدامه. في الترناتيفز، فاول شيء احنا بدنا ناخذ صفحه فاضيه نحاول نفسر السؤال شوي شوي. في عندي انا هنا 3 الترناتيف، يعني عشان تحاول تفهم السؤال مزبوط 3 الترناتيف. اول واحد اللي هو خلينا نحط بس يوز نختصر، الثاني اللي هو ريستريكت يوز، الثالث اللي هو عباره عن بان اللي هو حظر. هذا كم قاعده السؤال ببساطه شوي شوي. طيب كيف بدهم يقرروا هذول الالترناتيفز؟ بناء على شغلات. كمل قاعده السؤال شو بيحكي لي. هاي خلصنا. this can be run to learn something about the اللي هو الكارسينوجينيك اللي هو نفسه اللي هو الكانسر كوزنج. اوكي طيب potential and survey data can give indication of the extent to which people are exposed with the use of the chemical. شو يعني هذا الحكي؟ وانا بحكي لي انا عشان اعرف شو استخدم الالترناتيفز بدهم يعملوا طريقتين، اما بدهم يعملوا يعني بدهم يعملوا تيست. تمام بدهم يعملوا تيست. هاي بدهم يعملوا تيست، اما انه هذا التيست راح يكون يعني اما البوتنشال او السيرفي. شو راح يحدد لهم؟ شوي شوي نيجي احنا نحط كل شيء قرأناه كل شيء قرأناه نيجي نحطه. هسه انا في عندي تيست، تمام في عندي تيست. هاي تيست، التيست احنا قرأناهم لنوعين. اول واحد كان اللي هو اول واحد في عندي اثنين. اول واحد كان هو تيست طبيعي اللي هو هيو، تيست كان بيرن، يعني تقدر تحط تيست مختبر، يعني كل واحد بيفسر زي ما بده، او بتحكوا مثلا ها تيست كان بيرن. مو انت عشان يعني هل بامكانك تستخدمه ولا ما تستخدمه، كيف تعرف هذا الشيء؟ على المختبر يعني ببساطه. والنوع الثاني كان اللي هو عندنا حكالي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد سيرفي داتا. ممتاز. طيب بنكمل قراءة السؤال لننتبه، احنا خلصنا لهون. كان جيف انديكيشن، هي بيعطيني انديكيشن على شو السيرفي، بيعطيني انديكيشن على شو اكستنت تو ويتش بيبل اكسبوند ذا، يعني بيعطيني اللي هو تاثير البيبل اللي هو الاكستنت تو بيبل. سيرفي بيعطيني اللي هو اكستنت تو بيبل. والتست اوف لابوراتوري شو بيعطيني؟ او التست كان بيرن شو بيعطيني؟ هايو التست كان بيرن شو بيعطيني؟ تو ليرن something about the F اللي هو cancer causing potential. تمام؟ فنرجع هون cancer causing potential. عارف انه شوي يعني شوي هيك زنخ الموضوع، بس يعني هذا هو تفسير السؤال زي هيك، انه تشوف التست شو بيعطي. تمام يعني هذا الاشي خلص هيك اموره تمام. طيب هسه احنا عشان نرسم الانفلونس ديجرام، يعني عشان لو هو ما جابه في الامتحان صراحة المادة انطرحت ثاني مرة بس عمره ما جاب، بس احنا للاحتياط لازم نشرح كل شيء يعني عشان يعني تكون الامور عندكم ان شاء الله انها طيبة. هسه عشان نرسم الانفلونس ديجرام، عشان نرسم الانفلونس ديجرام احنا لازم حكينا لازم نحدد شو هو الديزيشن اللي هو المربع، شو هو التشانس نود حلو، شو هو الكونسيكونس اللي هو المعين كونسيكونسز، وفي شيء زي هيك
اسمه الكالكوليشن، هذا جديد هسه بحكي لكم عنه، الكالكوليشنز يعني الحسابات. طيب يلا، بناء على المعطيات تبعتنا شو هي الديزيشن؟ شو هي الديزيشن؟ الديزيشن اني انا استخدم الكيميكال، يوز كيميكال. التشانس نود، شو هم التشانس نود او الانسيرتينيتي؟ حكينا اللي هم الالترناتيف، انا ما بعرفهم بدي احددهم، تمام؟ التشانس نود او سوري التشانس نود هم عباره عن التستنج، يعني انا بدي استخدم مين ولا مين. هم هذول الاربعه، يعني هاي وهاي، هذول بعتبرهم نفسهم، هم هذول الاربعه، تمام؟ فانا راح اجي احطهم او خلص نكتب عندهم عشان ما نكتبش كثير شغلات. هذول هم التشانس تمام، هذول تمام. الكونسيكونس، شو هو الكونسيكونس؟ الكونسيكونس هي القيمة النهائية، يعني خلينا نسميها اللي هي النت فاليو، أو بتقدر تسميها اللي بدك إياه، تمام؟ يعني إشي فاليد للموضوع. الكالكوليشنز نود اللي هي عبارة عن أنا بدي أحسب عند كل تيست شو الفكرة تبعتي، يعني أنا بدي أشوف هل هو اقتصادي؟ هل هو يعني إحنا لو نرجع نقرأ السؤال هون، شوف إحنا شو حكينا هون، بدي يستخدمه، هل لما يستخدمه بده يكون ايكونوميكال بينيفيت؟ ولا شو بده يسبب لي الكانسر كوزنج؟ فهو في عندي انا اذا سبب لي الكانسر كوزنج فهو مرض، فهو كوست اوف كانسر، هاي الكالكوليشن، والثاني الايكونوميكال، ايكونوميك كوست. عشان تكونوا بالصوره، هذا الكالكوليشن بالذات من شخص لشخص بتفرق، حتى الدكتور لما شرح لنا الموضوع في المحاضره حكى ان الكالكوليشن نود مش هالشيء بنركز عليه كثير، لانه من شخص لشخص بحسبها من طريقة تانية، هي مش حساب كالكوليشن، هي بس عبارة عن رسم، تمام؟ فكل شخص تختلف معه تماماً، يعني كل واحد ممكن يجي يحكي مثلاً، أنا ممكن واحد يجي يحكي البينيفيتس أو البروفيت لشيء معين، فهمتوا كيف؟ فهسه بدنا نيجي نرسم. خطوة رقم واحد، إحنا عشان نيجي نرسم، نرسم أول إشي، أول إشي نرسمه شو؟ الديزيشن نود. الديزيشن نود أول إشي نرسمه، وهي الديزيشن نود حاجة أرسمه هون اللي هو اليوزد كيميكال. اليوز كيميكال رسمته. بعديها شو بدي ارسم؟ بدي ارسم التشانس نود. التشانس نود نرجع، شو التشانس نود؟ عندي انا اللي هو التست اوف لابوراتوري تعطيني ايش؟ اللي هي الكانسر كوزنج بوتنشال، يعني عندي دائرتين. فبدي بحكي هاي واحده، هاي تنتين، اللي هي هاي اللهم صل على سيدنا محمد، خلينا نسميها بس تست، وهنا اللي هو البوتنشال، عشان احنا نقترح على هاي التست، وهنا البوتنشال، والاسم الثالث، وكان في عندنا كمان تو تشانس نود سيرفي والاكستند تو بيبل، خلينا نحطهم سيرفي والاكستند. عشان احكي لكم شغله، مجرد ما انتم حددتوا المعطيات زي هيك، طبعا في ناس راح تحدد المعطيات بطريقه ثانيه، بس انا هاي شفتها ابسط طريقه اني احدد المعطيات، حتى لو كان في معطياتنا غلط كون انا اخذت علامه السؤال في حال انه جابه، فهمت علي؟ بس الفكره انه شايفين المعطيات انا بحطها والرسم اللي انا بحطها، انا راح ارسمها شكل، انت اللي بتحضرني ممكن ترسمها شكل ثاني مش غلط، حدا ثالث ممكن ترسمها شكل، دكتور ممكن ترسمها شكل، فهو شيء صعب يجيب كمان في الامتحان. ليش؟ انه كل واحد ممكن يجيب معاه يطلع معاه حل مختلف، بس هذا لا يمنع انك تدرسه، لانه اذا جابه انا عندي شرحته وعملت اللي علي. اوكي، فانت مجرد ما حللت السؤال خلاص بتصف عليك بس تحط وتوصل خطوط. طيب حطينا كل شيء، أجدر كمان نحط، ضل نحط الكالكوليشن نود، لأن راح أتركهم فاضيين، لأن كل واحد راح أعبيهم براحته، بس إحنا راح نحطهم، يعني أنا راح أحطهم زي هيك، هايهم cost of cancer والإيكونوميكال كوست، خليهم، راح أعبيهم، والكونسيكونس اللي هي النت فاليو اللي هو القيمة النهائية. طيب، هسه ببساطة، إحنا بدنا ننتبه إنه الخط المتقطع بس بدخل على الديزيشن، والخط السلد الكامل بس بدخل على شو؟ على الكونسيكو، على كل شيء مع الديزيشن ببساطه. طيب هسه احنا نمد خطوط بين هذول. هسه انا لما اجي اعمل تيست، تمام، انا لما اجي اعمل تيست، ماشي، لما اجي اعمل تيست، حلو، هذا التيست شو بده يبين لي، او البوتنشال شو بده يبين لي؟ يعني هم هذول بيعتمدوا على بعض، يعني انا بدي اعمل عشان اعرف اذا في بوتنشال كانسر كوزنج بدي اعمل تيست، فهذا بيعتمد عليه، وعشان اشوف التاثير على الناس بدي اعمل سيرفي. شفتوا ببساطه كيف اكستند تو بيبل، تاثير على الناس بدي اعمل سيرفي، بوتنشال هل هو فيه ولا فيش كانسر كوزنج بدي اعمل تيستينج. طيب هذول السيرفي والتيستينج، بعد ما اخذ هاي المعلومات بقرر، حطينا خط متقطع انتبه،
بعد ما اقرر بدي احسب الكالكوليشن نود، خلاص بعد هيك كل شيء خط سوليد، بعدين بعطي النت، انتهى السؤال. ببساطه مجرد ما انت قرات السؤال وحاولت تحط المعطيات قدر الامكان، الرسم راح يكون معك بسيط، تحط شرط وتمد خطوط بس. هذه الفكره، ان شاء الله انها تكون وصلت عندكم الامور. طبعا هي الرسمه تبعت الكتاب او تبعت السؤال. هيا طبعا حكيت لكم شخص ثاني ممكن يرسمها بشكل ثاني، يشقلبها، يحط هاي هون عادي ببساطه، يعكس هدول عادي مش غلط، بس كل واحد مختلف عن الثاني في طريقه التفكير. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا كمان سؤال، يعني مش عارف اذا نحله او لا، بس راح احكي لكم فكرته بشكل سريع عشان خلاص يعني تكون الامور تمام. عارف طولنا في الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب هسه بشكل بسيط يعني ما راح نحله كامل، بس راح نشوف الحل. هو سؤال شوي معقد هذا اكثر من قبل. هسه هنا بحكي لي في عندي شركه او يعني صانع قرار بده يقرر يعمل برودكت او ما يعملش برودكت، يعني يقبله او يعني يقبله او ما يقبلوش، ريليز اور نوت ريليز، ويذر اور نوت ريليز نيو برودكت. هذا البرودكت بناء على الريلابيليتي، وبناء على بناء على الريلابيليتي بده يشوفه، في عنده طبعا بناء على البروفيت، بناء على القصص هاي كلياتها. فبدي يعني خلاصه الكلام بعد ما تقرا السؤال انت وتترجمه عشان احنا نمشي في الوقت بسرعه، يعني صراحه لانه الموضوع اصلا يعني مش محتاج. يعني هو بده يعمل تيستينج على الريلابيليتي. اذا كانت الريلابيليتي تمام، اذا كانت الريلابيليتي تمام تمام، طبعا في عندك بروفيت في عندك كوست، اوكي، بده يعمل تيست على هذا البرودكت. اذا كانت الريلابيليتي تمام هيو تمام، مش تمام بده يعملها ريديزاين، بده يعملها ريديزاين في عندك كوست. اوكي تعال نشوف احنا بس كيف الرسمه النهائيه، هي اصلا كثير معقده. هاي هي الرسمه النهائيه ببساطه. عندي انا الريلابيليتي نعملها تيست، بعد ما اعمل لها تيست اذا كانت تمام راح تعطيني بروفيت، هذا البروفيت راح يوديني فاينل بروفيت. اذا كانت مش تمام بدي اعمل تيست ثاني، اعملها ريديزاين، هذا الريديزاين راح يعطيني ايش؟ راح يعمل لي كوست، وهذا الكوست اللي هو هيو. اذا كانت تمام خلص فاينل ريبورت، مش تمام بدي ارجع. فهو هذا السؤال جدا معقد، تمام؟ فهذه فكرته كلياتها، بدي اشوف اعمل تيست، هذا التيست اذا تمام بكمل يعني ريليز بقبله، مش تمام بدي اعمل ريديزاين، هذا الريديزاين راح يعمل لي كوست، برجع اعمل تيست كمان مره، تمام ولا مش تمام، وهكذا. يعني بس فكرة الموضوع كالتالي، انك تحلل السؤال وترسمه. هذا السؤال تنفعل. هيك الانفلونس ديجرام خلصت. طبعا شرحت الله سبقا يعني زيادة عن اللزوم، بحيث انه يعني هاي التفاصيل تكون عندكم للاحتياط. التري اناليسز، هاي اللي هي التري ديجرام. التري ديجرام يعني موضوع جدا سهل، لازم انت تكون فاهمه، لانك اذا انت جد ما فهمته انت ما يعني صعب تكمل في المعرفه جدا جد بحكي. طيب التري ديجرام، ومن هنا لا يعني لسه احنا كونسبت، يعني الحل ما بلش مظبوط، من هون بتقدر نحكي شويه في حل. تتكون من شغلتين بس، ديزيشن وتشانس نود. التري ديجرام بتعطيني تفاصيل اكثر، يعني اصلا هي واضحه مفهومه. يعني انا بدي اخذ ديزيشن فيها حسابات، هسه رح نشوف ايش الموضوع. والتشانس نود تعتمد على البروبابيليتي، بدك تنتبه ضروري هذا الحكي، هسه رح نشوف. وانا كل اكزامبل طبعا هذا الحكي انت ضروري 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 تحفظه او يعني تفهمه، لانه هذا الحكي بيجي بدعه دائره. اوكي ضروري تكون فاهم هاي النقاط. ديزيشن تري بتبلش من اليسار لليمين زي ما احنا شايفين هون، هيها من اليسار لليمين. ديشن تري لازم اختار انا بكل قرار عندي يعني مسار واحد. كيف يعني مسار واحد؟ انا هون اما بختار هذا المسار او بروح لهذا المسار، يعني بختار ايش؟ سيناريو واحد. يعني قوامهم مفهومات صراحه. اوكي فانت ضروري تكون عارفهم. هنا بس امثله على ديشن تري واشكال، يعني مش هون فكره الحل كلياتها. هاي مقارنه بين الانفلونس ديجرام والتري ديجرام واجت في الامتحان، ضروري تكون هيك ملخصهم على ورقه انت قارئهم، واضحة نقاط ضروري تكون عارفهم جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. جزئية الحل هيا، يعني هاي جزئية أول جزئية بالحل، أول جزئية بالحل تبعت the expected monitoring value. أو يعني طبعا بدي أحكي لك شغلة، بدي أحكي لك شغلة. أنا حكيت لك ضروري جدا أنت تكون فاهم فكرة الحل تبعت the expected أو the expected monitoring value. طبعا لو أنت هسه والله بتشابتر 3 ما فهمتها لساتك ضايع، مش مشكلة، أنا أرجع أشرحها بالتفصيل التفصيل لما نيجي بشابتر 4، لأنه بدونها ما رح نعرف نحل، تمام؟
فخلينا نيجي نشوف هذا السؤال او يعني هاي الفكره. وهاي الفكره حكينا ضمن خطوه الفيل ان ديتيلز اللي هي الخطوه رقم 3، ليش ما بتعطيني تفاصيل اكثر، بتعطيني شو اللي بدي اقرره وهكذا. طيب هسه هون انا بس بيهمني بدي ارجع فوق شوي اعطيك شويه تفاصيل عشان انت ما تكونش ضايع. نفرض عندنا هاي الرسمه، هاي الرسمه انا عندي ديزيشن، هذا ديزيشن ماشي، انا بدي اخذ قرار تمام. لنفرض بدي اخذ، او في كان سؤال ابسط هون، انا بدي اخذ قرار، هذا القرار استثمر او ما استثمر؟ اذا ما استثمر خلاص في نتيجه راح اربحها. اوكي مره ثانيه، انا في عندي ديزيشن، اما استثمر انفست او ما استثمر، عندي بس خيارين يعني. اذا اخترت اني ما استثمر خلاص في نتيجه معينه راح نحسبها طبعا هسه كمان شوي. اذا اخترت اني استثمر انا عندي تشانس نود تمام. هذا التشانس نود اذا انا اخترت ما استثمر او اذا اخترت استثمر، اذا اخترت استثمر في عندي تشانس نود انه هل انا راح انجح في هذا الاستثمار او راح افشل في هذا الاستثمار. طبعا هون راح يكون في probability وراح نحسب حسبه هون عشان نطلع للجواب النهائي. فهذا ايش بدنا نفهمه، اني انا باخذ قرار اما اني ما بستثمر مثلا بحسب هون حسبه بسيطه، او اني بستثمر بس اذا حكيت انا بدي استثمر يعني ببساطه انا حكيت معي مبلغ من المصاري، معي مثلا حكينا 2000، اذا بدي اروح اعمل لهم ما استثمر خلاص مثلا باخذ عليهم نسبه ربح بحسبها طبيعي مثلا عادي. اذا ما بدي، بس اذا بدي استثمر راح اروح للتشانس نود، هل راح انجح في الاستثمار؟ واذا نجحت في الاستثمار كم راح يصير معي؟ واذا ما نجحت في الاستثمار كم راح اخسر او كم راح يصير معي؟ هذا الشيء راح نحسبه في التري ببساطه تمام. طيب نروح لسؤالنا بشكل بسيط. طبعا هذا السؤال بس هيك بس يعني ممارسه بسيطه، يعني هلا اللي مش فاهمه بسيطه جد بسيطه، لانه احنا راح بشابتر 4 ناخذ تفاصيل اكثر. شابتر 3 هو الهدف منه بس فهمك الانفلونس دايجرام ومر لك عليه بشكل سريع. طيب هون انا هون طبعا بس شوي في كم الرقم احنا لازم نشطبهم انه محطين لنا الجواب، احنا نطلع الاجوبه لحالنا هذا بدناش اياه. طبعا هسه بس نطلع الاجوبه رح نتاكد منهم كلهم. طيب ممتاز، انا هون حكينا بتبلش من اليسار لليمين، انا هون ديزيشن بحكي لي طبعا نص السؤال بالكتاب، طبعا صدقا انا ما رجعت له بس اللي حاب يشوفه نص السؤال موجود في الكتاب، بس ما فيش داعي صراحه، فيش داعي لانه صدقا انا كنت ارجع له وما رجعت له، بس ما في داعي، انا بس بهمني كيف تروح تحل هسه لقدام، لانه بالامتحان ما بيجيب لك الدكتور هيك وبقول لك احسب لي اللي راح نحسبه هسه، بس هذا الشيء عشان انا ادربك كذا تحسب عشان تكون جاهز لشابتر 4. الله اكبر الله اكبر. تمام هسه اتاكد بس انه بيسجل. اوكي ممتاز. طيب انا هون بدي اخذ قرار اعمل، يعني لنفرض انه انا في عندي بدي اطور شيء ماشي، او يعني عندي براءه اختراع حكى لنا الدكتور افكر continuous او continuous developments او stop development، عندي طريقين. اذا اخترت stop development خلاص ما راح ادفع شيء ولا شيء، فهنا زيرو يعني خلاص ما عملت شيء، انا ولا عملت شيء ولا دفعت ولا اخذت ولا شيء. اذا انا continuous development مجرد ها ننتبه شو حاطط لي هون minus 2 مليون، مجرد ما اني اخترت continuous development continuous development فانا راح ادفع 2 مليون، خليها ببالنا هاي تمام. حكينا اذا انا بدي اطور، بس انا لما بدي اطور راح اوقع بتشانس نود، هل اني انا يعني نفس الاستثمار اذا بدي استثمر هل راح اكون ربحان ولا اكون خسران؟ هون نفس الشيء بحكي، اذا انا continuous development اما انه هاي بيتنت يعني زي كانها براءه اختراع، اما اني بعمل براءه اختراع او ما بعمل براءه اختراع. اذا ما عملت براءه اختراع تمام، هاي نسبة 30% probability. شو يعني؟ باجي بحكي التالي هيك، باجي بحسبها، باجي بحكي يعني عند كل واحدة 0.3 تمام. خليني أصغر الخط شوي عشان الرسمة ترتاح، أصغر الرسمة هيك، باجي بحكي 0.3 ضرب كم أنا دفعت في حال مشيت لهذا الخيار، حكينا 2 مليون ناقص 2 مليون ويساوي قديش؟ نحسبها على الآلة الحاسبة سريعا، تطلع عندي 0.3 ضرب 2 6 0 2 3 4 5 6 تطلع عندي يعني 600,000. 600,000 اوكي طلعت 600,000. يعني انا بدي اشوف القانون تبعنا اللي هو الاكسبكت، انا بدي احسبه ببساطه اللي هو كم البروبابيليتي وكم عندي المصاري، ببساطه اضربهم مع بعض. خلصنا هذا، خلصنا. طب في حال طلعت على الخيار اللي فوق، في حال طلعت على الخيار اللي فوق اجاني ديزيشن. طب نكون فاهمين، اذا نزلت على الخيار اللي تحت 30% طب اني اطلع على الخيار اللي فوق قديش؟ 70%. اذا وصلت هون يعني بدي اتبع الشجره شوي شوي، بيحكي لي اما اني
يعني خاص سيل، او اني بطورها مره ثانيه ان هاوس. طب اذا عملت سيل انا، بحكي لي انه انت اذا عملت سيل راح تربح 25 مليون. بدي انت خلاص؟ لا مش خلاص، ماينس قديش؟ طب انا دفعت 2 مليون اني مشيت في هذا المسار، فراح المحصله تكون عندي قديش؟ 23 مليون. 23 مليون. طيب بدي انتبه معلومه جدا مهمه للبروبابيلتي. راح تيجي تسال حالك سؤال، انت راح تحكي لي طيب فوق انت تحت ضربت بالبروبابيلتي، ليش هون ما ضربت ب 7%؟ بحكي لك بدك تنتبه، هذه ديزيشن، الديزيشن ما بضرب في البروبابيلتي ابدا، بس للتشانس نود. تشانس نود اللي هي الدائره فقط اللي بستخدم البروبابيلتي فيها. هذه معلومة إذا أنت ضيعتها تضيع السؤال. هون حعيد، هون نزلت أنا، هون دفعت 2 مليون، 2 مليون في 30% قد هاي طلع لي النتيجة كاملة. طلعت فوق أنا ديزيشن، مش تروح تضرب لي 25 في 70%، غلط. ديزيشن ما بستخدم البروبابيليتي، بس أنا احتمالية إني أطلع فوق يعني. طيب وأنا دفعت 2 مليون ناقص 25 مليون، خلاص انتهينا تمام. طيب هسه ننزل على الخيار اللي تحت، الخيار اللي تحت اعطاني تشانس نود، فراح استخدم البروبابيلتي. حكى لي مجرد ما انت نزلت لهون ناقص 10 مليون، في كمان ناقص 2 مليون انا بني مشيت لانه نفس المسار تمام، فانا هيك خسران ناقص 12 مليون حبه حبه. هسه بدي اجي هون، حكى لي عندي الهاي والميديوم واللو. الهاي بحكي لي راح تربح يعني 55 مليون، شو بدي بحكي 55 مليون تمام، او نحسب 55 مليون ضرب قديش البروبابيلتي 25%. نيجي هون نكتب هسه بنجمعهم 33 مليون ضرب 55%، مجموع البروبابيلتي لازم يكون واحد. هذول كلهم بدنا نجمعهم مع بعض عشان اطلع قديش القيمه عند التشانس نوت كامله. نجمعهم مع بعض بيطلعوا معي 34 مليون فاصلة 9. لا تنسى تطرح منهم 10 مليون كمان 2 مليون اللي هم هاي وهاي. المحصلة كاملة راح تعطيك 22 مليون فاصلة 9. يعني يا رب انها تكون واضحة. حيد مرة ثانية، عند التشانس نود بس بستخدم البروبابيليتي، بضرب القيمة اللي عندي في البروبابيليتي وبجمعهم لهم كلهم. طبعا هون ليش ما جمعت لهم؟ ما فيش غير واحدة خلص. لو في كمان واحدة هون مثلا صارت مثلا 2 مليون، بجمع لها ل 600 ألف. وصلت الفكرة؟ فخلص هيك أمورها تمام. هسه أنا طلعت بدي أقرر، يعني هسه بدي أقرر أنا هسه وقت القرار إيش بدي آخذ؟ بدي آخذ القيمة الأعلى. لنفرض إنه سؤالنا ماكسمايز فلوس بروفيت. طيب هاي التشانس نود قديش طلعت لي؟ هاي التشانس نود قديش طلعت لي المحصلة كاملة بعد ما حسبناها وطرحنا منها 12 مليون؟ 22.9. طيب رجعها لهون، هاي أنا هون هسه بدي أحسب عندي عند الديزيشن هاي، بدي أرجع رجوع بدي أقرر لأنه هم تابعين لهاي الدائرة. طيب هون في عندي قرارين، هذا قديش طلع لي اللي هو السل 23 مليون، وهاي قديش طلعت لي هاي باللون الزهري 22.9 مليون. مين أكبر؟ مين أكبر؟ اللي أكبر اللي هو عبارة عن 23 مليون، متفقين؟ الأكبر اللي هو 23 مليون. قررت إنه 23 مليون، قررت إنه 23 مليون. آه ممتاز، هيك أنت خلص يعني نوعا ما خلصت كل شيء. هسه بما إنك أنت، نرجع نعيد السؤال من أول عشان تكون أمورنا تمام. أنا كنت هون بدي أقرر أخذ ستوب ولا كونتينيو. أنا طبعا قررت فوق لأنه هذا زيرو خلص. حسبت هون التشانس طلعت 600 ألف، هون قديش طلعت معاي كلها 23 مليون. طيب هسه بدي احسب التشانس نود هاي قديش. تحكي طيب ما انت حسبتها، بحكي لك انتبه احنا حسبناها لتحت هون اللي هي 600 ألف. طيب هسه بدي اجمع لها لانه احنا بدنا نطلع عند الدائره كامله، يعني كيف هون احنا كان في عندنا ثلاث خطوط، طلعنا القيمه الاولى زائد القيمه الثانيه زائد القيمه الثالثه، نفس الشيء هون في عندي انا خطين او قيمتين بدي اجمع الاولى زائد الثانيه. فباجي بحكي هيها 600 ألف اللي احنا حسبناها في البداية، 600 ألف ماشي، زائد قديش 23 مليون كم البروبابيليتي 0.7 7% لأنه تحت 0.3، بيطلع معك الجواب 15.5 مليون.
تعالوا نشوف الأرقام اللي خربشنا عليهم في البداية قديش. هاي رقمنا نفسه، طبعا شيل الفاصلة بيطلع نفس الرقم اللي عندك. لو شلنا الرقم اللي حذفناه هون نفسه، لأنه بالنهاية هو نفسه. لو شلنا الرقم اللي حذفناه هون هاي نفسه 22 مليون فاصل 9 نفسه. هاي هي الطريقة اللي يعني ببساطة اللي بدك تحسب فيها عن كل الفاست مود. بحكي لك لا تقلق إذا أنت هون فهمت مني بس بهذا السؤال 40% 50% شكرا بس بكفي. ثلاثة أربعة رح نرجع نعيد هاي التفاصيل كاملة بالتفصيل الممل، والأسئلة اللي براسكم أكيد رح يتجاوب عليها أنا متأكد، بس لأنه هنا بس مقدمة بسيطة إنه كيف إحنا نحسب هذا الإشي، لأنه بالثلاثة أربعة رح نمر بالتفاصيل كاملة عن الموضوع كيف نحدد ماكسيمم مينيمم ونحل أسئلة إضافية أصلا، هو الثلاثة أربعة هو اللي فيه الحل وفيه الشغل. بس هذا كل إشي، وأهم معلومة طبعا هنا ما ضلش إشي خلص يعني كونسبت بس نفس كالعادة. يعني الإشي اللي بدي إياكم بس تركزوا عليه، أو يعني عشان أنا أعيد المعلومة مرة تانية، اللي عند كل chance node هسه راح أكتب لكم إياها. يعني أنا عندي chance node فيها هيك فيها هيك وفيها هيك، تمام؟ بدي هون مثلاً 0.5 0.3 0.2 هون مثلاً 100 هون 200 هون 300. بدي أحسب الإكسبكتر، طبعاً أنا اللي بعمله أني بحسب لهاي 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 chance node بحسب لها قيمتها. كيف بحسب لها؟ باجي بحكي 100 في نص 200 في 0.3 و 300 في 0.2، بجمعهم كلهم الجواب هو جواب للتشانس نود. لنفرض انه طلع مثلا مش عارف، هاي بدي احسب 100 في نص اللي هو 50 50 زائد 200 في 0.3 زائد 300 في 0.2، بيطلع معك الجواب 170. 170 جواب للتشانس نود هاي، بناء عليه بقرر برجوع بالرسمة. وصلت كيف؟ يعني هون احنا هون التشانس نود هاي مدد خطين، وهدول الخطين مدوا، فأنك ترجع فيها برجوع. بعد ما حسبت القيمة كاملة هون اللي هي 23 مليون، بدك تيجي تضربها في البروبابيليتي تبعت التشانس نود هاي. وصلت كيف؟ هذا الاشي اللي أنا بدي إياك كنت تحسبه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهاي المعلومة اللي حكيت لك إياها يعني خليها ببالك، هي سابق لأوانها بس خليها ببالك، وكتبت أربعة راح أرجع أحكي لك إياها وأذكرك فيها مزبوط. بس والله يعني الله يعطيكم العافية ودعواتكم، إن شاء الله بتشفت أربعة كل فيديو تمام. وبتصير المادة صراحة أمتع لأنه فيها حل وكذا وأمثلة، وأي شيء طبعا أي سؤال تقدروا تبعتوا لي بأي وقت. الله يعطيكم العافية.